أستاذ الإبراهيمي، مرحبا بك في موقع اليوم 24. نود أن نناقش معك الإجراءات الجمركية الواردة في مشروع القانون المالي 2023 والمتعلقة بإعفاء الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة من رسوم الاستيراد. ما هو التأثير المرتقب لهذا الإجراء بالنسبة لأسعار هذه الأدوية؟ بسم الله، أولا شكرا على اليوم 24 على هذا الاستضافة. مصطفى إبراهيمي، الدكتور مصطفى إبراهيمي، نائب برلماني، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، نائب مقرر وخبير لدى المنظمة العالمية للصحة عن إقليم شمال إفريقيا وشرق المتوسط. أولا فيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2023، الحكومة جات بواحد الإجراء اللي هو خفض الرسوم الجمركية على الأدوية من 40% ل 2.5%. جات واحد اللائحة للتذكير أن الأدوية تشكل ما بين 30 حتى 40% بالنسبة للتكاليف ديال الصحة حسب التقارير ديال الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبالتالي يعني الوزن ديالها ثقيل فيما يتعلق بالتكاليف ديال الصحة. السنة الماضية كان إجراء آخر وهو تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، أما هذه السنة فهو على المواد يعني المصنعة بالنسبة للأدوية. هذا إجراء اللي في الحقيقة احنا طرحنا فيه أسئلة، ولكن لحد الآن ما كاينش جواب واضح فيما يتعلق بهذه اللائحة اللي جات. أولا هي لائحة غير مكتملة، بحيث أنه تقريبا كاين واحد 100 دواء من أصل 5000 دواء المسوق بالمغرب. هي فقط المعنية، هي المعنية بهذا. لماذا فقط هذه 100؟ هذا هو السؤال، لأن احنا طرحنا لماذا هذه اللائحة وليست أدوية أخرى. على سبيل المثال الأدوية ديال السرطان الواردة بهذه اللائحة لا تشكل إلا 2% يعني بالنسبة للأدوية ديال السرطان المسوقة بالمغرب. ثم يعني الجهة التي اقترحت، لأنه في الجواب ديال السيد وزير الميزانية قال بأنه وزارة الصحة، ويبدو بان في وزاره الصحه ان مديريه الادويه هي التي اقترحت هذه، لان هي التي يعني تمنح الاذن بالوضع في السوق لايمام، وهي التي تمنح ثمن البيع، وهي التي تمنح التعويض. يعني شكون هو الدول اللي يتعوض؟ مش هو اللي كيتعوض. فيبدو ان هذه المديريه هي التي اقترحت هذه اللائحه في الوقت اللي كان يجب ان يعني المديريه ديال الاوبئه، لان هي التي تشرف على البرامج الصحيه بالنسبه للامراض التي تطرح مشكل، بحال مثلا مرض السرطان او مرض السكري وقلب الشرايين، الامراض العقليه. فلو ان يعني كان الذي يحكم هذه اللائحه بان نوجه هذه الادويه لهذه الامراض المزمنه كان يعني داك شيء منطقي. لو ان هذه اللائحه كانت واحد مثلا واحد الجانب لواحد القسط من اللائحه ديال الادويه الاساسيه كنقولوا ودي هذا الشيء منطقي. فلحد الان ما لقيناش يعني منطق، فقط يقول لك ودي الادويه الغير مصنعه هنا في المغرب. هذا كيطرح اشكال، لانه بدل اننا ندعموا الصناعه بحال داك الشيء اللي درنا العام اللي داز، بان حنايا نقصنا من 40% ل 2.5% الجمرك على المواد الاوليه. في هذه الحاله قبل ما نرجعوا لهذه الاوليه غير باش نوضحوا هذه النقطه، يعني كتقصد ان هناك ادويه مصنعه محدده هي وحدها التي ستستفيد من هذا الاعفاء الجمركي، فيما ان هناك ادويه ديال الامراض المزمنه كثيرة أخرى غير مستفيدة. صحيح. يعني ما هو معيار هذه الاستفادة؟ أنا قلت لك، لأن لو أنها كانت موجهة للبرامج الأمراض اللي وضع يعني مشاكل على المستوى الصحة العمومية لكان مفهوم. لو أنها كانت ضمن اللائحة الأدوية الأساسية نقولوا هذه السنة غادي نديروا هذه اللائحة، والسنة يعني غادي يكون واحد البرنامج على أساس أن هذه اللائحة على الأدوية الأساسية كلها غادي ندخلوها على سنوات. هذه لائحة جات كيقول بأنه الأدوية الغير مصنعة. المشكل اللي غادي يتصرح بهذه الطريقة هذه وهو إغراق السوق المغربية بأدوية وعدم تشجيع الصناعة المغربية. لأننا احنا ملي كنتكلموا على الاكتفاء الذاتي من الأدوية والسيادة الدوائية كنا كنوفروا يعني من الاحتياجات 70%، الآن وصلنا ل 53%، بمعنى أن المستورد غادي وكيرتفع، بل أن حتى هذا المستورد المشكل اللي مطروح وهو غلاء الأدوية. لان هذا الاجراء اللي جا هذه السنه ديال 2023 ما عنده علاقه بالثمن ديال الادويه اللي كاين في الصيدليات.
اللي هو ولا اللي غادي تخلصوا الصناديق ديال التغطيه الصحيه، لان ما يمكنش يقول لك لا راه عندنا مشروع ديال التغطيه الصحيه. فهذاك يعني الحساب ديالو كيدار على اساس واحد البيش ماركينغ ديال 7 ديال الدول، والدوله اللي الثمن ديالها منخفض هو اللي كناخذوا به. وهذا الثمن هذا اللي كيخرج من المصنع، اما هذا فهو دواء غادي نحيدوا له هذوك يعني الرسوم ديال الجمرك، وبالتالي الدواء غادي يبقى يعني الثمن ديالو مرتفع. وهذه مجموعه من التقارير حتى يعني مرتفع حتى مع الدول الغنيه طبعا. بالنسبه للاجراء الذي كان السنه الماضيه يعني من الرسوم الجمركيه بالنسبه للمواد الاوليه، هل كان لدي اي تاثير بالنسبه لسعر الدواء؟ ماشي فقط، لان هذا كان عنده علاقه بالادويه ديال مرض السكري، ماشي ما كانش عنده تاثير، بل ان بعض الادويه الثمن ديالها ارتفع في الوقت اللي سبب. يعني لان اللي خاص الالتزام ديال وزاره الصحه، لان كانت هناك مراسله من وزاره الماليه الى وزاره الصحه على اساس ان الرسوم الجمركيه غادي تنخفض من 40% الى 2.5%، وهذا الشيء خصو ينعكس على الدواء في الصيدليه، وطبعا على الصناديق ديال التامين الصحي. الحال ان ملي غادي نشوفوا هاد الادويه اليوم مقارنه ما بين السنه الماضيه وهاد السنه، هناك بعض الادويه اللي زاد الثمن ديالها بدل انها تنخفض. يعني بعض الادويه زادت، يمكن بعض الادويه اخرى انخفضت. لا ما كاينش انخفاض، يا اما استقر الاثمنه ديالها كيف ما كانت او زادت، اما انخفاض ما كاينش في الوقت اللي منحت لهذه المختبرات، يعني 40% شي حاجه كبيره بالنسبه، يعني الدوله ما دخلتش يعني مداخيل، وهذاك الشيء ما كان عنده حتى شي هدايا لهذه الشركات. هذه هدايا تعطات، والشركات يعني ما دارتش مجهود باش ان هذاك الشيء ينعكس على الثمن. هل تعتزمون تقديم يعني تعديلات فيما يتعلق هذا الاجراء في مشروع قانون الماليه؟ حنا في الحقيقه كنحاولوا باش نفهموا، لان لحد الان هو ما عطاناش يعني التفسير بالضبط لهذا الاجراء، فقط هو قال لك باللي هذه ادويه غير مصنعه هنا في المغرب، وحنا نبهنا ان هذا غادي يكون عنده انعكاس على الصناعه الدوائيه في المغرب، ورحنا نخفض من قلت من 70% ل 53%، يمكن نمشيو الى اكثر بسبب واحد المرسوم الذي يحدد الاثمنه، واللي كيعطي واحد الامتياز بالنسبه للاستيراد اللي هو 10%، وهذا تقريبا دخل حيز التنفيذ من سنه 2015 الى يومنا هذا. وانا قلت باللي ملي كنشوفوا الانعكاس ديالو، يعني كاين واحد الارتفاع كبير بالنسبه يعني الادويه المستورده. انا اظن بان هذا الاجراء ديال 2023 غادي يرفع من النسبه ديال الاستيراد. بالنسبه للضريبه على القيمه المضافه، كان هناك اجراء اعفاء عدد من الادويه من الضريبه على القيمه المضافه، ولكن الان بقى العديد من الادويه اللي خاضع لها الضريبه. المجهودات ديال السنوات الماضيه مكنت المغرب بانه 50% من الادويه المسوقه داخل المغرب معفات من الضريبه على القيمه المضافه، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والأمراض المكلفة. ولكن الحديث كان أو على أساس أن الضريبة على القيمة المضافة تحذف على الأدوية، على غرار واحد مجموعة من الأدوية. فوجئنا أن هذه السنة ما كاينش إجراء فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، في الوقت أنها ما كتجيبش يعني شي موارد كبيرة بالنسبة للدولة، وهذا طبعا هو اللي غادي يأثر على المواطن اللي غادي يشتري الدواء او على الصناديق ديال التامين الصحي، لان هذيك بالنسبه للاسترجاع كيدار على اساس يعني الثمن كامل ديال الادويه بما في ذلك الرسوم بما في ذلك الضريبه على القيمه المضافه. فنحن ناسف ان ما كاينش، وحنا في التعديلات ديالنا درنا الحذف ديال الضريبه على القيمه المضافه، نتمنى ان الحكومه تمشي معنا في هذا التعديل هذا. شكرا سي ابراهيم.